لابد أن يكون في أعلى صوت مسموع. يعني هذا اللقاء لابد أن يكون في أعلى أيضا، وأن يعرف الناس أن هناك اتحاد عام للطلاب في كلية مصر، وأيضا فيه ممثلات كثيرات للمرأة والفتيات. هذا اللقاء أو يعني متجانس، ولا أقول أنه متجانس، إن شاء الله يبشر للجديد، ويعني تحت قيادة أو بقيادة بشكل عام بقيادة ابننا الأستاذ محمد مصطفى بدران، وهو إن شاء الله يعني شاب واعد ورجل واضح، وهو إن شاء الله جديد بقيادة هذا الاتحاد العام في مصر. يعني وأنا أشكركم على اهتمامكم بالأزهر وبقضايا لا تسيس هذه القضايا. ولكن نطالبكم بأن تعبروا عن هذا، لابد أن يكون لكم تعبير موجود ومطروح على الساحة ومشاهد، مسموع مطروح مشاهد في ذلك. حاضر حساس من ولادي إذا كانوا مش عايزين في حاجة. كنا سمعنا ان الازهر بيعمل مجموعه قنوات مع تعريف تعليم الناس منهم الصحيح؟ لا، هو قناه واحده ان شاء الله، وقريبا نتوقع يعني قريبا جدا ان شاء الله ستظهر هذه القناه، وسيكون فيها فرز يومي لكل ما يقال او رصد يومي لكل ما يقال في ويبث من القنوات الاخرى، ويصحح ان كان يعني شاردا عن احكام الشريعه سيصحح الشخص القائل، ولكن سنقول القضيه الفلانيه او هذا خطا، اذا كان خطا الصحيح كذا، ومعنا مصادرنا ومعنا بحيث ان يثق فينا المشاهد، وشيئا فشيئا يعرف ان هذه القناه هي الحاكم على القنوات الاخرى فيما تقول. واخيرا كان في